وبمناسبة عيد الشهداء، الاتحاد النسائي في القرداحة يقيم حفلا تكريميا لذوي الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته. بحضور رسمي وشعبي لافت، الاتحاد النسائي بالقرداحة بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية أقاموا حفلا تكريميا لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشهداء. تم تكريم 105 أسر من أسر الشهداء. ألقيت في الحفل كلمات عبرت عن عظمة الشهادة باعتبارها تستنهض ذاكرة التاريخ وتروي ملاحم البطولة والفداء التي سطرها شهداء سوريا العظام عبر تاريخها النضالي، لأنهم القديسون الساكنون أبدا في القلوب والذاكرة. سوريا ستنتصر وستخرج رغم كل هذه المؤامرات التي تحيط بها، لأن الشعب السوري والقيادة والجيش هم عائلة واحدة، وذوي الشهداء هم اليوم لنا في رقبة كل مواطن سوري دين، نحن أن نقف دائما إلى جانبهم ونخلد ذكرهم إلى أبد الأبدين. الشهادة شيء عظيم كثير، لا أنا ولا غيري فينا نعبر عن قيمة الحقيقية. بفضل الشهادة نحن أحياء لهلا. أقول لأمهات الشهداء اللواتي رفعنا رؤوس النساء شامخة وتجاوزنا ارتفاع الشمس، ركعنا عند تراب البلد، كل منهن عند ضريح ابنها. أنتم عطيتم للمرأة العربية وخصوصا للمرأة السورية مثال بالتضحية والفداء والعطاء. أم الشهيد قدمت أمومتها هدية للوطن وغرست الشجاعة في قلب ابنها ودفعته ليقدم روحه هدية للوطن الغالي، فقاتل واستشهد من أجل أن ينتصر الوطن. بفتخر وبعتز باستشهاد ابني، لانه اسره الشهيد واي امير الله اكرمه فيها، هو كان دائما يطلبها. الله يرحم الشهداء كلها، وان شاء الله دما ما بيروح هدر. الله ينصر هالوطن ويحمي الجيش يا رب. بوعده اني رح كون مثل ابده، اني رح ضل رافع راسي بشهادته. ايها الشهداء، عبرتم الغيمة وزلزلتم الأرض وعلمتم الأجيال معنى الرجولة والرجال، فهنيئا لكم بعيدكم وهنيئا لكم بالشهادة. وفي قرية الدالية بريف جبلة أقامت الجمعية الخيرية حفلا تكريميا لذوي الشهداء. وما يزال السادس من أيار يطل علينا بذات الزخم البطولي، فساحة المرجى الدمشقية تتسع اليوم اتساع الوطن، وأحفاد شهداء الأمس هم ذاتهم شهداء اليوم. وفي ذكرى عيد الرجولة عيد الشهداء، أقامت الجمعية الخيرية في قرية الدالية بريف جبلة حفلا تكريميا لأسر وذوي الشهداء. يعني شو ما قدمنا للشهداء نحن بنكون مقصرين، يعني مهما كان التكريم هو تكريم رمزي. نحن اليوم في الدالية في ريف اللاذقية نبارك ونتبارك من أسر الشهداء بهذه المناسبة الكبيرة. شعب يقدم هذه المواكب وبلد يقدم هذه المواكب لابد أن ينتصر، ونحن منتصرون بإذن الله. هؤلاء الشهداء هم رصيدنا الآن ولاحقا، نحن صامدون وسنبقى كذلك إلى أن نحصل على ما نريد ألا وهو النصر. نحن أصحاب الحق ودائما والله أبدا مع الحق. أريد لهن أن يكن مجموعة من السكالة فاقدات للأمل والحياة، لكن بأصواتهن ونظراتهن فإن أمهات الشهداء يهبن القوة والصبر حتى للأرض إن أنت. صابرين قد ما صبروا، هن غاليين والوطن أغلى. بعتز بشهادته والله يحميهن لهالجيش جوا وبحرا وأرضا. كلنا فدى الوطن، كلنا فدى الشعب. أنا بفتخر بأبوي كتير وما نزعلان لأنه مات شهيد، راح فدى الوطن، سقى دمه لهالوطن. هو يوم للفخر أجل، لكن السادس من أيار هو أيضا يوم للذكرى والعبرة، فأعداء الأمس لن يكونوا أبدا أصدقاء اليوم أو غدا، والتاريخ لن يتردد في إعادة نفسه مرارا وتكرارا. وبالمقابل أبناء شهدائنا لن يبخلوا بالروح التي ضحى بها آباؤهم من قبلهم.